ان حضرتك فعليا انت اللي بتبوظ مذاكرتك بايديك بسبب كده كام غلطه بسيطه انت بتعملهم، وبسبب ان احنا مش عارفين احنا ليه دايما بنحس بالملل لما بنيجي نذاكر، وبالاخص معظم الناس بتحس بالملل الزياده عن الطبيعي كل لما تيجي تذاكر، ودي سبب شويه غلطات هنتكلم فيها عن الفيديو ده، هنتكلم عنها في الفيديو ده. مش بس كده، اقول لكم شويه حاجات تساعدكم تقللوا الملل، وهنعرف اصلا الملل ده بيجي منين. فبليز كيب واتشينج. امتحانات، ربنا معاكم كلكم، كل حد بيذاكر، مش بس اللي في الكليات او في المدارس، كمان في ناس بتذاكر لكورسز، في ناس بتحاول تعلي من نفسها في حاجه معينه، بس في حاجه كده بتبقى غالبه، وهي طبعا اللي دايما بتبوظ المذاكره او بتبوظ انتاجنا، وهي الملل. الحقيقه الفيديو ده كان المفروض هيبقى حاجه تانية، وبناء على الحاجه التانيه دي عملت سيرش عن الملل، والحقيقه فتحت دماغي لحاجات كتير قوي، وافتكرت حاجه كنت لما بعملها ابدا ما بذاكرش. وتخيلوا لحد دلوقتي وانا كبيره دلوقتي خلاص عندي كورس وعندي مذاكره، لقيتني بعمل نفس الغلطه وبرده ما بنجزش وما بذاكرش. خلونا نعرف ايه الملل وبيجي من ايه. الملل ده عامه هو ميكس ما بين ذهني وبيئي. اول حاجه ذهنيا، انت عقلك دلوقتي مش قادر يدي الانتباه الكافي، مش قادر يركز، مش قادر ينجز الحاجه اللي قدامه دي دلوقتي، هو حاسس ان هو مش عارف يدي الانتباه الكافي اللي محتاجه منه المهمه اللي هو فيها دلوقتي، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيشعر بالملل، بيبدا ان هو يحس ان هو ملان لان هو مش قادر ينتبه دلوقتي. انا دلوقتي حاسه ان انا فاضلي 3 ايام، فعقلي مقتنع ان انا في الثلاث ايام دول انا مش هقدر انجز اي حاجه من اللي عليا، فبالتالي وانا بذاكر انا فاقده المعنى وفاقده الرغبه، فبالتالي عقلي بيبدا يشعر كمان بالملل لان هو مقتنع جواه ان هو مش هيقدر انه ينجز. هنا بقى بتيجي غلطه كلنا بنعملها، اول لما بنعملها هتلاحظ ان معظم الناس اللي بتحس بالملل سريعا ما بتذاكرش، وهي انك تتصفح الماده. يعني انا عندي 10 فصول المفروض ان انا اذاكرهم، فبدل ما اعرف اسامي الفصول كده من بره واتشيك على كل حاجه خلصتها، بنعمل حركه جميله قوي ومشهوره، وهي تقريبا بعديها بنحس بملل رهيب، وهي انك تشوفي عندك كام صفحه تذاكريها، فتقعدي بقى تقلبي، تبصي تلاقي عندك كميه مش طبيعيه، اصلا وانت بتقلبي بتبداي تحسي بملل رهيب وخنقه وضيق، وبعديها غالبا يعني هتمسكي الموبايل هتقومي من المكان اللي انت بتذاكري فيه. طب امتى هدير اللي بتحس بالملل بسرعه واللي زيها اكيد بيحس ان هو انجز؟ لما مجرد ما اقعد بفتح اول صفحه قدامي اذاكرها. ما تنساش تقول دعاء المذاكره، عشان ده دعاء سحري. وحاجه كمان، هي كانت سحر، قبل كل امتحان كنت بصحى الصبح اقرا سوره ياسين، وادعوا لي يا جماعه بعد ما تعملوا الموضوع ده، ادعوا لي، سحر مش طبيعي. لدرجه ان انا قريتها مره وكنت رايحه بجد مش مذاكره، جالي سؤال عليه نص درجات الامتحان من محاضره كنت حاضراها، المحاضره الوحيده اللي كنت حاضراها بالصدفه، فانا كنت رايحه اشيل الماده، فتخيلوا، فجبت فيها جيد. فيا جماعه بجد دي سحر قوي قوي قوي، لازم تقروها. فحبيت افكركم بالموضوع ده. وبمشي كده خطوه خطوه، انا مش عايزه اعرف كم اللي عليا، وده نوع من انواع الانتباه. يعني عشان ما جعلصلكوش الفيديو، الانتباه بتاع كل شخص بيختلف عن الشخص التاني، في انواع كتير قوي من الانتباه. ففي ناس هي لما بتشوف قد ايه كم الحاجات اللي المفروض تذاكرها ما بتقدرش ان هي تركز، وانتباهها بيتشتت بسهوله، انما في ناس مجرد ما بتبدا خلاص هي بتنجز. بينفع بس تحط هيدلاينز، يعني تعرف انه انا خلاص 3 فصول 4 فصول، بس مش بتكون عارفه الفصل كام صفحه او كميته قد ايه، عشان ما تحسش بالاحباط او تحس ان هي حاجه مستحيله. وصدقيني لو جربتي تعملي الموضوع ده، لو انت حد سريع الملل هتلاقيها فرقت معاكي جدا. في حاجه ممكن الملل بيجي منها ان انت ما يكونش عندك اوبشنز، يعني انا ما عنديش اختيارات، فالانسان لما بيكون ما عندوش اختيارات بيحس بالملل اسرع، او بمعنى اصح هو بيختار بين متعدد. فخلونا في حاله المذاكره، في اوبشن انه انت ما عندكش اختيار، انت حاسس انك ما ينفعش تعمل اي حاجه غير انك تذاكر. والله ما حدش بيذاكر 24 ساعه، ادي الفيديو ده لمامتك، محدش بيذاكر 24 ساعة، الإنسان هنا عقله كومبليكيتد، كل واحد ليه عدد ساعات بعديها لو قعد يحشي محشي كده هنا مش هيخش، هو ده الوقت اللي هو قادر يستوعبه، اعرف إيه وقتك بتحبه على بعض ولا بتقسمه،
وهو ده الوقت اللي هتذاكره، ولازم يبقى عندك اكتر من اختيار، اختار اختيارات تانية. ما ينفعش ان انا يبقى كل اللي انا هيبقى ورايا مذاكره بس. محدش بيعمل في حياته مذاكره بس، ده لود كبير قوي بيخليك تحس بالملل اسرع، لانك هتصحى من النوم عارف انك مش هتعمل اي حاجه غير انك تذاكر. ولكن لو قررت انك تدي نفسك اختيارات، العقل بيكره جدا ان ما يكونش عنده اختيارات، فونس ان انت اديته اختيارات، لا ده انا هذاكر الثلاث ساعات بتوعي، بعد كده هعمل كذا، انا هذاكر الوقت ده، بعدين هتفرج على الفيلم الفلاني. ده لازم يا جماعه، ده مش تضييع وقت في ايام الامتحانات. كده كده مش هتقدر تستوعب، لو قعدت 12 ساعه تذاكر عقلك مش هيفتكر الحاجات غير اللي هو بياخدها، يعني مش هيفتكر غير الثلاث ساعات بس. فدايما دايما لازم تعملوا تايم مانجمنت كويس، تبقوا ملاحظين وعارفين انتوا بتستوعبوا كام ساعه، وتبقوا امناء، وهم دول الساعه اللي هتدوا فيها تركيزكم الكامل. وعلى فكره لما يبقى عندكم اكتر من اختيار واكتر من حاجه المفروض تعملوها، ده هيخليكم مركزين اكتر في وقت المذاكره، لانكم عارفين ان هو هيخلص. انما فكره ان المذاكره ما تخلصش، ده ممكن يخليك ملان طول حياتك. انا مليت وانا بقول تكرار الحاجه او تكرار المكان او ان انا افضل في مكاني طول الوقت، بمعنى انه انت لو كل يوم بتذاكر في نفس الحته وفي نفس البيئه، انت بالتالي هتزهق وهتمل وهتبدا تحس ان انت مضغوط، او هتحس بقبضه كل ما تروح المكان ده. ودي حاجه انا بعملها دايما، انا كل لما ما بقدرش اشتغل او انجز بغير مكان شغلي، بغير مكتبي، بعمله ديكور جديد، بغير مكانه اصلا بنقله. وفعلا بلاحظ ان انا برفرش كده الانتباه بتاعي والمود بتاعي، وبحس ان انا قشطه، انا متحمسه جدا اقعد اشتغل في الحاجه الجديده. ممكن نذاكر هنا عند الاشجار والشوارع، وممكن لا، اهو ده بقى المكان الوحيد اللي ما ينفعش تذاكر فيه، لان جسمك هيترجم ان هو محتاج يرتاح، هيريلاكس، فبالتالي هيبص على الورق ويحس انه عقله برضو عنده احساس بالعجز، لان هو محتاج ينام، مش عاوز يقرا الكلام ده. فاكيد اي مكان كوزي زي ده مش المفروض نذاكر فيه. فلو انت، انا بكلم الناس سريعه الملل يا جماعه، اللي بتمل بسرعه بطريقه ملحوظه، يعني هي مش قادره تذاكر بسبب سرعه الملل عندها، ممكن كل يوم تذاكر في مكان شكل، فده يخليك متحمس تجرب المكان اللي هتذاكر فيه النهارده، او يخليك متحمس للوقت اللي انت هتذاكره، لانك هتجرب فيه مكان جديد. كمان ممكن تطلب من اختك، اختك، مامتك، اي حد، ان هو كل يوم يعمل لكم سبيس معين تذاكروا فيه، وتبقى مفاجاه بالنسبه لكم، فانتوا كل يوم هتقعدوا في مكان انتوا مش عارفينه، يعني مره تحضر لك السفره، مره تقعدك في البلكونه، مره تقعدك كده، فده بيكسر الملل قوي وبيخليك متحمس تجرب المكان الجديد ده وتذاكر. حاجات قد تبدو بالنسبه لكم تافهه او تضيع الوقت، بس صدقوني كل الحاجات دي بتخلي عندنا الملل اقل والانتباه اعلى، فبالتالي الانجاز بيكون اعلى. واخيرا، مذاكرتك دي هي مسؤوليتك، ومحدش هيبقى طول الوقت معاك في حياتك الجاية. لو انت ملتزمتش وحققت اللي انت عايزه عشان انت عايزه، مفيش اي حد هيقدر يقولك ازاي تذاكر او ازاي تكون ناجح. المذاكرة ممكن تكون بالنسبة لك فاقد معناها، او مش عارف حتى لسه انت عايز تكون ايه، فبالتالي ما عندكش الجول الواضح اللي يخليك تسعى انك تذاكر. بس عندك جول مهم، ان عندك فترة محددة، دي الفترة الوحيدة اللي في حياتك هتضغط فيها، زي اللي هي فترة الامتحانات، اعتبره تاسك معين وانت بتتحدى نفسك انك تنجزه، مش مهم لسه هيودينا فين، بس ثق فيا انجزه بس، لان ده هيعلمك مهارات تانية اهم بكتير من النجاح في الامتحان واهم من المذاكرة. هيعلمك ان انت تكون دايما ملتزم ومسؤول، فبالتالي اي حاجه بتحبها بعد كده هتقدر ان انت تكون ملتزم ناحيتها. وانا جايه لك من المستقبل وبقول لك بجد الالتزام ده هيعلمك حاجات كتير قوي، ولو رجع بيا الزمن انا في حاجات كتير قوي كنت هغيرها وهلزم نفسي بيها، حتى لو مش عارفه المعنى منها ايه. فافتكر ان مذاكرتك دي مسؤوليتك، احنا مش بنذاكر عشان حد، احنا بنذاكر عشان ننجح في التحديات بتاعه حياتنا. يا رب الفيديو ده يكون فاتكم، وربنا معاكم، بحبكم قوي قوي. Bye!